لتعقيم قنينة الماء لاستخدامها في المعبوج، استخدامها في لأي شيء مثلا كالمربى أو أشياء. نحضر طنجرة ونضع فيها القنينة على النار، سوف نتركها الماء يغلي قليلا، نحرك القنينة من فترة لأخرى، بعدها نخرجها وتكون جاهزة للاستخدام. هنا القنينة جاهزة، سوف أقوم بوضعها جانبا حتى تنشف من الماء. هنا وضعتها تنشف، لا تلمس القنينة باليد من الداخل، نضعها نتركها حتى تنشف ثم نستخدمها.